تعال جنب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك، ده حمار. لا لا، فيل، الفيل الازرق كده. والله صح، ابوك الفيلم البطل يفوز يفوز. ها كيف؟ ايش رايكم في اختياراتي؟ عجبكم الفيلم؟ والله يا هو فخم وناهي، وسعت صدون الله يوسع صدري. يا عيال طلعت الشمس، خلينا ندزها لبيوتنا. طيب من قا فطور؟ انا. طيب وش رايكم نواصل نفطر ونصلي الجمعه، بعدها كل واحد يروح يدزها بيتهم؟ قدام. بشرط انا ابغى معصوب. تتشرط بعد قم يا شيخ. يلا مشينا. عندي بفتتح العروبه. على وين الوجه يا عيال؟ كبده. استرجل يا ورع، وش اللي كبده؟ اسمها كبده. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك، اسمه كذا كبده مطعم. يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك، اصلا من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين الا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبده سوارم. مشينا. بس ابوك يسبك. صاف لا زحمة اليوم؟ ما أدري. طيب كيف يومك؟ أقول بس طالع قدام لا تفلها. أوف 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 أوف، أبوك البشرية الحين ذولي كلهم مواصلين ينتظرون صلاة الجمعة. هلا يبون الجمعة يا ابن الحلال، لو إنها ببلاش ذا الأكل ما صفيت سرع. وين تلعب بلوت أنت؟ اسمه لاين مو بسرع. يا أبوي لاين ولا طابور ما يهم، أنا ميت جوع. يا عيال خلونا نمشي، اقرب فول وفلافل زي اللهم. فاهمني شوكوش. يلا مشينا، بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم، اتحداك اللاين البطل. الله يسموه اوي. يا معلم ثلاثة صبة شطة طحينة مخلل وكثر الشطة وبيع. لا لا يا شيخ بيض، اقول فكنا تكفى. وثلاثة برتقال كبس. فاهمني. هلا. حسابك 30 ريال. سبحان الله سبحان الله، اليوم عبي بنزين ب 30 ريال. يعني عليكم الفطور حبايبي، يلا كل واحد ينق 15 ريال. يلا يلا يلا. مرحبا امبو. هلا. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه احلى من التحويل. تشيك ان سوارم، في احد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفه. وانا اقول ليش الناس كاشخه وفلا امها؟ اضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني انت وجهك؟ ايه لا تغلط لا تغلط، لا افلم بك الان باللاين. سم شوف حامر هذه هي. ايه صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. ايه المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. ايه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد اكس عندهم. لعب عرف كيف يفتح معها موضوع. اوله ياسر افتح المنيو من جوالك، خلنا ذاكر ترى دخلنا عند المحاسب، ابى اطلب حليب عدني وافشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ماتشا الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول الى الحين صافين سنه. بالله تعالوا تعالوا جلس عليهم، بناكل معاهم مره ثانيه. يا اخوي انت ما شبعتي الى الحين، ايش فيك انت؟ انا في الحقيقه نباتي، اول مره اشوف ولد نباتي. وانت؟ انا اكلتي المفضله الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلت ان الله يصلحك. ليش انا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالامور ذي. ادري يا اختي ادري، بس حبيت اضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى انا دائما اضحك العيال بالاستراحه. وين محلقه شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. إلى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي أنت تطلع منها بس؟ يا أبوي فاتك نزل ثلاثة فلافل من الآخر ب30 ريال وأجل بسرعة. قصر صوتك يا بزر فضحتنا. إلا على فكرة عسى ما خلاف الرجل، ليش مقزز؟
ادعي لنا بالثبات بس على هالوقت، ومفروض احنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. اقول دزها انت وياه بس. هلا والله بالكاشير البطلة، اتحداك يا كشخة. ويلكم، يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البستسيلر عندكم؟ يقلع ام المراحل الصعبة، وش ذا الكلمة بعد؟ انت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل؟ وش هالمعده تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكه، واشهر طبق اكسكلوزيف كبده. كبده؟ خلاص اعطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر، ما تقول الفلافل تجيب القلون والان طالب فلافل؟ هذيك الفلافل هذه لاك جري فلافيل. فلافيل تعرفها انت؟ يا الله جديد علي. حسابكم 300 ريال. مره 300 فطور؟ طالبين ربع تيس حنا. هو صادق شكل المحاسبين على السره كله، اقصد اللاين. اللاين هلا والله بالمطعم البطل. يا عيال اذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا اذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو هذا ب 300 ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر فشلتنا. اي بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، اهم شيء افطرنا في محل كبدة محتوى يا ابوي. وبطني مهبولة انت، كم مره اقول استق الباقه قبل ما تفتحينه؟ عقل قم، خلصت النوم علينا، ودني سيارتي خربانه. وين بتروحين؟ ابى اروح كافي مع صديقتي. خلاص خلي خويك تستمرس. ايه بيتهم بالبديعه وبيتنا في الشمال. لا يا شيخه، اكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعه. يعني كذا ولا كذا هي جايه للشمال، خلاص خليها تمرس على طريقها. اوريك خليك قدها، الايام بيننا وشاحني تحلم فيه. اقول دزيها بس انقلعي. النشبه ذايبيك، النشبه ذايبيك. على تروك ابشر بي، ارسل اللوكيشن بس. سلامات، وراك كتبت بواري. جابك الله يا ابن الحلال، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ سراك ان راعي السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي، وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر، وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات، من العصر هنا رايحين استاد الملك فهد. بايخ. نوف شوفي اخوك عامر جا جا. واضح ان تشترين، ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت وش جايبس في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمها تشيك ان يا متخلف. مو بشغلي تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من الليستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انتي قدامي للبيت، ما تقعدين بسرة هنا. وانتي يلا دزيها للبديع وادعي دعاء السفر. يلا امشي، لا تناظرين، امشي. تشيكن قال امشي، انقلعي انتي. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة ذي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. ايه سلامات، اسمه لاين. ايه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال، تعبت اشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب، الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والآيس دريب مشروب قهوة باردة. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه، المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر، بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال، بكره كل العالم في جارليك كوفي. اوف اوف، طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات، ولاين راهي بعد.
بس يبي له استعداد خاص. الوان ماشي. نغر حط عليها جل ها؟ وش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظارة. صب. تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحة من بين ألف طقم. والله انه غالي ب35 ريال. اكتب وش اوفر سايز المخيس ذا؟ قصت لكم واصله لين ركبتك. يبي تستهب لابس بنجابي انت. ايه خلاص. لا تشخصنا سلامات هد عليه. تنكت انت وجهك؟ حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد. ايش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش السالفه فيه؟ وش السالفه؟ ايه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج، وبين وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي. انت تعال معنا بس شكل، واي شيء يفوتك خذ من زملائك. يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمدوا ربكم يا شباب ها، تحمدوا ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر انتبه لي. انتبه لك؟ عسى اي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي هذا الاتصال جاي لي، ده خويي سامر انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابدا انا وشوكو مش متقطعين سماعه واحده، وشو له خساير؟